حدثنا ادم حدثنا شعبه وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبه عن سلمه سمعت سويد بن غفله قال لقيت ابي بن كعب رضي الله عنه فقال اصبت سره مئه دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد ثم اتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكه فقال لا ادري ثلاثه احوال او حولا واحدا